يلا شباب اخذنا قبل كده يا جماعه غاد المجال بيانيا، النهارده المجال ايه؟ جبريا. تمام، اول حاجه هناخدها ده يا شباب كسرات الحدود، كسرات على الحدود. مجالنا ايه؟ لما قلنا مثلا كده اف اوف اكس بتساوي 3 اكس تربيع زائد 5 اكس ناقص 1. مجال ايه يا شباب؟ كلمة مجال معناها ايه؟ اقدر اعوض مكان اكس بارقام اللي عندي. هل في ارقام محظوره في التعويض؟ لا، ولا كله عارف؟ كله عارف. تمام، اي رقم. اذا مجالها جميع الانواع الحرفيه. طب عايز واحد يقول لي يا جماعه يعني اكسر الحدود دي؟ او ايه بتقول عدلة نكسر الحدود؟ لا تكسر الحدود. ليه قلت لك هكسر الحدود؟ تفصل بين عشان طب انا قلت لك برضه الواي بتساوي اكس بس كده الحدود، واي بتساوي 5 بس كده الحدود بالنوع الوحيد. خلاص اللي كده مميزها الاس هنا كام؟ الاس مره الاس مره هنا كلها اعداد طبيعيه مجمعه، فتلاقي فيها كسر ولا جذر. رقم كام؟ 10. يعني مثلا اقول لك كده الواي بتساوي اكس اس سالب 2 زائد 4. هل في حدود؟ ها؟ لا. الاس سالب بس مع رقم على رمز. الناس كانت مثلا كده الواي بتساوي 2 على اكس زائد 4. اكس في المقام. هل في حدود يا شباب؟ لا. ليس كده في حدود. تمام كده؟ بخلص الكلام كله مجال في حدود هي مين؟ جميع الادوات الحقيقيه. واضحه يا شباب؟ طيب ثاني حاجه الداله الكسريه يا شباب، في الكسريه لما اقول لك كده مثلا اف اوف اكس بتساوي اكس زائد 1 على اكس ناقص 2. مجالها ايه يا شباب؟ هل عندي في ارقام محظوره؟ ولا جميع ارقام مرسومه بين عادي؟ ايه اللي محظور عندي؟ ليه موجب 2؟ اللي يخلي المقام بيساوي صفر، اللي مش عارف هيعمل ايه؟ يقول له اكس ناقص 2 ده بيساوي صفر. فالاصل ما بيساويش بالصفر، انا عايز اللي يخليها لا تساوي صفر. ماشي؟ اللي يخلي المقام يساوي ايه؟ صفر. وادي الطرف الثاني اكس بتساوي كام يا جماعه؟ بقول له المجال اهو الدومن يا شباب، رمز دي الدومن هو ايه؟ الار ما عدا مين؟ رقم 2. جميع الاداء الحقيقية معنا مين؟ الاثنين. اعبر عنها بالشكل ده. لو حبيت اعبر عنها بصوت فترة اعمل ايه؟ الار اللي هي يا شباب في الفترة سالب من النهاية لموجب من النهاية. ما عدا اعملها شرطة زي كده او ناقص. طب رقم 2. واضح كده يا شباب؟ يا استاذ هذا السؤال دي صورة فترة. طيب كده صح ولا خلاص كمان تلاحظ كده فترة الأقواس تختلف عن بعض يا جماعة. يعني مثلا دي أقواس مين؟ المجموعة. عايز حد يقول لي كده سريعا الفرق بين لو عملنا أقواس كده يا جماعة، الأقواس دي 2 و6 و2 و6 و2 و6 كده الفرق بينهم في الأولى رقمين بس مش تفقط، هي مش تفقط بس، لكن اثنين وستة معناها ايه يا شباب؟ جميع الاعداد المحصوره 2 و6 بما فيهم كمان 2 و6. وحط الاعداد اهي فبيتها ازاي؟ شوف دي 2 و6 بس رقمين فقط اكتر من كده، لكن هنا 2 و6 معانا في الحل واللي بينهم كمان معانا في الحل. واللي بينهم معانا في الحل. طب دي على 2 و6 مش حاضر ايه؟ مفتوح صح؟ الدالة غير معروفة عند 2 عامل فترة مفتوحة، فترة مفتوحة فقط اللي بينهم بس، كل ما هو أكبر من 2 وكل ما هو أقل من كام؟ من 6 بينهم بس، دي الفرق بينها يا شباب. تمام كده؟ لسه بقى فترة مفتوحة، فترة إيه؟ مغلقة للمجموعة 2 و6. واضح؟ طيب نعمل يا جماعة حاجة تانية، دي معناها إيه؟ دي اثنين مغلقة اسميها فترة نصف مغلقة او نصف مفتوحة. مفتوحة عرفنا عند 2 وغير معروفة عند مين؟ من عند 6. تيجي تبين لك عند 2 مغلق، عند 6 مفتوح. كل ما بينهم مجموعة. معناها الدالة غير معرفة عند ال 2 عاشر. عند 6 لا غير معرفة. لكن معرف فين؟ اللي بينهم كله. ورا كده يا شباب؟ مسدس سريع عشان بس نجيبها كده. سريع.
يقول لي مثلا ايه اوجد المجال الداله اف اوف اكس يساوي 2 اكس ناقص 1 اكس تربيع ناقص اكس تربيع حمله بيها نعمل ايه هنا عشان يجيب المجال اول شيء ابسط الداله المقام هل مقنوع المقام طالما يا جماعه داله كسريه زي كده بس مفيش فيها جذور خلي بالك مفيش فيها جذور خالص لا بسط ولا مقام اشوف المقام بس ايه اللي يخلي المقام بسيط اخد المقام ها اكس تربيع ناقص اكس ناقص كام وانا بيساوي كام انا في الاصل اشوف ايه اللي يخليه يساوي صفر عملت الابتدا ايه احلله مجرد ثلاثي قوسين اكس واكس ها ابحث عن رقمين ضربهم 12 الفرق بينهم 1 6 و 3 4 3 صح 4 3 ايه الاشارات؟ طالما ده ثابت هم عاملين ازاي؟ مختلفين مختلفين الكبير زي الاوسط يبقى لك كبير يا جماعه ده الاوسط قدامهم هيساوي صفر يبقى تقول له هنا اكس ناقص 4 بتساوي صفر معناها اكس بتساوي كام؟ او اكس 3 بتساوي صفر يعني اكس بتساوي كام يا شباب؟ ممكن بلاقي خالص بقول له اكس شبه خالص اكس شبه هنا سالب 4 يبقى ربع 4 وهنا كام؟ ثلاث ثلاث عادي يبقى المجال عندي يا جماعه المجال عندي ايه؟ جميع العدد الحرفية ما عدا الأربعة مع الثلاثة أعبر عنها إزاي؟ أقول له الآر ما عدا المجموعة اللي فيها أربعة و سالب كام؟ ثلاثة واضحة كده يا شباب؟ سهلة؟ ها؟ الآر عبارة عنها إزاي الآر؟ أقولها آر كده أو أقولها سالب بين النهاية ومجموع بين النهاية صح برضه؟ وتلاحظ كده دايما بين النهاية عندنا فترة إيه؟ مفتوحة للورقة بين النهاية دايما فترة مفتوحة دايما معنا ايه؟ أربعة وثلاثة ده يا جماعة ده أو ده كله صح واضح يا شباب؟ أقدر برضه أعبر عن دي زي ما اتخلف خالص يا جماعة بس السؤال الجاي إن شاء الله السؤال الثاني ده كله في أربعة لو قال لي f of x بتساوي x زائد 4 x تربيع ناقص 4 طبعا يا شباب نفس المكان اللي بنتكلم بالظبط المقام هسويه بكام؟ بصفر واحلله يبقى عندك كده اكس تربيع ناقص 4 يساوي صفر مين يحلل؟ ما تقول يا باشا اكس زائد 2 زائد 2 واكس ايه؟ بتساوي من الاخر يا جماعه اكس بكام؟ كام وكام؟ عكس الاشارات مش عارف ايه اكس اشارة يبقى سالب 2 و موجب 2 معناها ايه برضه؟ اعوض بجميع الاعداد ما عدا 2 وسالب 2 عبر عنها ازاي؟ اقدر اقول له ار ما عدا الفترة من المجرة مجموعة الاعداد 2 وسالب 2 طيب اسلوب تاني يا جماعة اسلوب تاني خلي بالك لو دخلت الاعداد سالب 2 اهي موجب 2 اهي الدالة معروفة عن سالب 2 ولا مش معروفة؟ هل معروف عندك؟ لا لا مش معروف؟ مفتوح هنا مفتوح مرة يا جماعة أقدر أقول له من سالب من النهاية لحد سالب 2 مفتوحة فترة مفتوحة اتحاد طبعا اللي بينهم برضه معانا اتحاد صح؟ من سالب 2 إلى موجب 2 اتحاد من 2 إلى كام يا جماعة؟ بين النهاية واضحة دي؟ تلاحظ كده عند سالب 2 وعند 2 فرق إيه؟ مفتوح يعني باخد في الاخر جميع الاعداد مع سالب 2 اللي بينهم معانا كلهم معانا يا سالب ها؟ دي دي معناها ايه الحته دي؟ الجزء الواحد معناها ايه؟ سالب كل ما هو من سالب ما لها حد كام؟ سالب حد معانا في حد؟ لا انا عايز اعبر عن الحته دي الجزء ده اقول له من سالب 2 لحد موجب 2 ده دي معانا ولا دي معانا؟ فتره مفتوحه برضه اتحاد عايز اعبر عن الجزء ده من 2 الى 100 هي بس 2 مش معنى الحال تمام على فكره يا جماعه علامه الاتحاد دي اقدر اشيلها واحط مكانها ايه فاصله صح برضه تقول دي ودي ودي تمام كده نفس المعنى بالظبط طيب خلاص الكلام يا شباب مجال الداله الجذريه الكسريه هو عباره عن ايه اللي يخلي المقام يساوي صفر طالما مش في المقام في البسط اي جذور طيب ده الجذريه يا شباب الجذريه بيقول لك ايه واي بتساوي جذر اكس مجالها ايه؟ ايه مجالها؟ ها؟ ايه شرط الجذر؟ ما تحت
تحت الجزء يكون ايه؟ اكبر من اكبر من او يساوي صفر صح؟ فلو قال لي كده واي بتساوي ان اي جزء اكس زائد 5 بقى عندك كام؟ ما تحت الجزء اكبر من كام؟ من صفر اكس زائد 5 اكبر من او صفر. ودي الطرف الثاني مش سالب اكس هتساوي اكبر من كام؟ ده المجال يا جماعه عبر عنه ازاي؟ طرق كتيره جدا. اول طريقه صفه مميزه ليه ده؟ اقول له اكس بحيث اكس اكبر من او يساوي كام؟ سالب 5 واكس الثاني مين يا جماعه؟ ده اه بطريقه فتره مغلقه من سالب 5 ليه مغلقه يا سعيد؟ ليه مغلقه عند سالب 5؟ طيب عشان علامة ايه؟ في ساو صح؟ كلمة سلطان طالما يساوي هنا يا جماعة علامة تساوي ايه؟ احط هنا مين؟ اكبر مين؟ واضح كده؟ طيب طرق ثانية يا جماعة مين طرق ثانية؟ هناخد المجال ولا المجال؟ لحد الان المجال بس يعني المجال اخذ ما تحت الجذر بس خليه يساوي الدالة الجذرية ما تحت الجذر وعكس يا شباب اكبر من او يساوي كام؟ صفر وحلها على كانها معادله ولا طرف الثاني وحل عليه جدا طالما ما فيش عندك ايه؟ بسط المقام. اذا في بسط المقام هيختلف الوضع. طيب يا شباب مساله ثانيه قول لي اوجد مجال الداله اف اوف اكس بتساوي جذر اكس تربيع ناقص اكس ناقص 6 المجال مين يحل؟ قول يا اسامه نكتب اكس تربيع ناقص اكس ايوه ناقص 6 ايوه اكبر منها بيساوي 6 جميل بعدين نفك بعدين ايه؟ نفك ده يا جماعه ركز يا جماعه عشان دي فيها فكره صغيره جدا اقول لك عليها يلا نفك اكس هو اكس كم في كم ب 6 الفرق بينهم 3 الفرق بينهم 1 3 مش عارف 2 ايه الاشارات؟ بيساعد العين مختلفين الكبير زي الاقصر يبقى الكبير سالب وده مهم صح؟ نعم. في طريقة جميلة جدا يا جماعة تحلها في لحظة تعمل خط الأعداد. هنا سالب هنا كام يطلع؟ اكس كام يا شباب؟ يطلع كام؟ ثلاثة موجب أهي ودي سالب 2 مش بقى جذر بقى جذر المعادلة دي الجذور صح؟ قاعدة بتقول لك إيه؟ ما بين الجذرين عكس إشارة اكس تربيع. اكس تربيع هنا شرطة إيه؟ موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى اللي بينهم ده سالب. عكس الإشارة. إذا اللي بره يا شباب موجب. طب هو ست القاعدة عامل إيه؟ افرض ست القاعدة دي أعمل إيه؟ خد أي أرقام بينهم وجرب أو خد رقم بعد ثلاثة وجرب هيديك أرقام مجربة كم مجربة؟ خد مثلا هنا سالب واحد وجرب هيديك كم مجربة يا شباب؟ قيمة مجربة ماشي؟ ماشي يا فيس ماشي يا شباب؟ أنا منطقة تديك الموجب مش شرط لك أهو لازم أكبر من صفر يعني موجب انا ما اقدرش اروح اجيب موجب من اللي فين؟ ها؟ من سالب من النهايه لحد كام؟ سالب وبثلاثه لحد موجب اعبر عنها ازاي؟ اقول له سالب من النهايه الى سالب 2 دي فتحه على المفتوح صح؟ ودي يا جماعه مو على مفتوحه؟ هم 2 معاه ولا لا؟ معاه ممكن تخليها بصفر ده بتضرب كام؟ بصفر عادي يبقى موجب اتحاد تاني بيقول ايه؟ ثلاثه برضه مغلقه الى معنى واضح كده يا شباب؟ سالب طبعا سالب ثلاثة ولا مش خارج الحال ده سالب هل تحقق الشرط ده تحقق المتباينة؟ بقول لك المتباينة هي لازم ده أكبر من صفر هل الكلام اللي هنا يديك أكبر من صفر؟ عوض كده أي رقم هنا يديك رقم سالب مثلا زي مين؟ صفر مثلا حط صفر كده هنا يبقى صفر ناقص صفر ناقص صفر سالب جاز سالب ستة صح؟ عدد تخيلي ده حق الشرطة يعني عايز تتأكد من حالك جرب أرقام هنا وأرقام هنا وأرقام هنا يبقى الحل عندي معاهم المجال بيساوي إيه؟ الدومن بيساوي كام؟ من سالب من النهاية سالب 2 اتحاد مثلا كام؟ من النهاية حد عنده أسلوب تاني يقوله؟ أسلوب تاني عبر عنه دي عايز أعبر عن حاجة لو مثلا ممكن نحط الإكس بالطرفين مثلا ونقول إنه طيب أكبر من أصغر اي ممكن تقول صفه مميزه اقصد صفه مميزه تقول له اكس حيث الاكس ده اقل من او يساوي سالب 2 صح؟ وهنا الاكس اكبر من يساوي كام؟ موجب 3 طريقه جميله جدا برضه الطريقه الثانيه
الار مع عدد معنا مين يا شباب؟ فتره 3 وسالب 2 مفتوحه ولا مغلقه؟ لا مفتوحه مرات وده تبع الحل. انا عايز اقول بس اللي خارجهم بس لكن تبع الحل هو اللي مفتوحه. واضح كده؟ طيب في سؤال يا جماعه كده جميل جدا هقوله لكم برضه. ده f of x نساوي 1 على جذر x ناقص 3. اتفقنا من شويه من جيلك جذر يا شباب اللي هو ايه؟ ما تحت الجذر بتاعك ربنا يساوي صفر بس الجذر ده في المقام هينفع اقول يساوي؟ لا اكبر من بس هنا اقول له ايه؟ ما تحت الجذر اكبر من فقط ما اقولش يساوي ليه؟ لانه في المقام صفر. وادي الطرف الثاني ان شاء الله موجبه يبقى اكس اكبر من كام يا جماعه؟ ده المجال عبر عنه ازاي؟ فتحنا يا جماعه هي الفتره دي مفتوحه زي كده. حد يعبر عنها كده بفتره؟ بفتره عبر ازاي؟ ها؟ سالب مانا هنا ليه سالب مانا هنا معايا؟ ثلاثه و الفتره دي مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه مفتوح وانا مفتوحه مغلقه صح يا فندم تمام ماشي يا شباب سهل الكلام ده؟ دقيقة متى مفتوحة؟ ثلاثة معانا في الحل؟ هل في سالب؟ تبقى خارج الحل تبقى كل ما هو أكبر من ثلاثة لكن ثلاثة نفسها بالظبط خارج الحل يعني لو في سالب يكون موجود تبقى معانا في الحل أيوه بنحقق الشرط لكن كده هحط لك معنى كده عرب كده ثلاثة هنا ثلاثة عندنا صفر صفر في المقام غير معروف صح لكن لو قلت مثلا ثلاثة وواحد من عشرة ناقص ثلاثة تبقى جذر واحد من عشرة موجود تعرف فين؟ مثال تاني يا شباب مثال تاني مفهومش لو جاب لي جذر في البسط وجذر في المقام مع بعض قال لي كده الدالة واي هي بتساوي جذر اكس زائد واحد على جذر هنا جذر اكس يا جماعه جذر اكس ناقص واحد بره الجذر خالص ناقص واحد دي بره الجذر هعمل ايه يا شباب؟ هجيب اول حاجه المجال للبسط لوحده والمجال لمين؟ المقام لوحده ماشي اهي ماشي يلا يا جماعه الاول البسط هجيب مجال البسط ازاي؟ مين يحكي لهم اول مره خطوه واحده مجال البسط اكس زائد واحد اكبر من كام؟ من صفر او يساوي صح؟ او يساوي يبقى اكس اكبر من كام يا جماعه؟ ده مجال البسط صح؟ ده مجال المقام ركز كده معايا مجال المقام عندي لها حاجتين اول شيء ما ينفعش الجذر يساوي كام يا جماعه؟ ما ينفعش يساوي كام؟ ها؟ ما ينفعش يساوي واحد لو الجذر بقى بواحد ناقص واحد ده صفر صح؟ قلنا اول حاجه اهو جذر اكس لا يساوي واحد ربع طرفين يبقى جذر إيه؟ يبقى اكس بس يا جماعه اكس لا يساوي كام؟ اكس لا يساوي واحد ثاني حاجه يلا ما تحت الجذر اكبر من الجذر من صفر ما تحت الجذر يا جماعه اللي هو اكس اهو اكبر من او يساوي اقول له او يساوي ولا لا يا شباب؟ اقول له او يساوي ولا لا؟ ها؟ اقول يساوي؟ اه ينفع اقول يساوي في المقام؟ لا لا هنا هينفع اقول يساوي حط كده اكس بصفر حطها في صفر صفر ناقص واحد سالب واحد هتفهم مشكلة؟ في المقام سالب واحد لا مشكلة ولا حاجة خالص يبقى هنا اقول يا جماعة اكس اكبر من صفر تمام كده؟ الحاجات دي تبان بخط الأعداد أحسن حاجة وخط الأعداد ركز كده معايا أول شرط بيقول لك إيه؟ اكس اكبر من كام يا جماعة؟ من سالب واحد هنا أحط سالب واحد هنا صفر وهنا يا جماعة الواحد الدالة غير معرفة غير معرفة عند الواحد تمام كده؟ أهي غير معرفة عند مين؟ عند الواحد إكس أكبر من كام؟ من سالب واحد أهي يا شباب وإكس هنا بكام برضه؟ أكبر من كام؟ من صفر خلاص كده؟ المجال أقول له إيه؟ كل ما هو أكبر من سالب واحد بشرط لا يساوي كام؟ صفر يعني سيبهم مزاج ده أقول له الإكس حيث الإكس أكبر من كام يا شباب؟ أو يساوي سالب واحد و اكس لا تساوي صفر
ولا واحد؟ أربعة. أكسب واحد. مش عشان بس. كان بالنسبة للصفر. ده أكبر منه. خلاص طبيعي اللي هتعدي عليه. فهم كده؟ أكبر من صفر. في نقطة بس صغيرة أضرب عليها يا شباب. نقطة صغيرة معلش. دي غلطة مني. دلوقتي في المجال المشترك كده مين؟ المجال المشترك. مين؟ شوف المجال دي من سالب واحد وطالع صح؟ ومن دي من صفر وإيه؟ طالع. وطالع. مين المشترك فيهم؟ جزء من اول سالب واحد هل الجزء ده موجود هنا طبعا دي لان ده كله موجود في جزئيه صح من اول صفر موجود في جزئيه يبقى ده كله مشترك يا جماعه ده مشترك يبقى هنا هقول له اكس اكبر من صفر ده المشترك اهو واكس لا تساوي مين الواحد واضح كده يا جماعه سهل قول تاني روح يا محمد احمد والله صح ده يفضل تقيل كده شويه طيب هلا هلا بس من الوقت الأول احنا وصلنا الوقت يا شباب وصلنا جبت البسط مجال البسط اكس اكبر من كام وجبنا المقام مجال المقام برضو المقام عندك ما ينفعش الجهاز اللي يساوي كام ما ينفعش يساوي واحد لو يساوي واحد يبقى واحد ناقص واحد صفر صح يبقى هو الجهاز الاكس اللي يساوي واحد الاكس لا تساوي واحد الحاجه الثانيه جذر الاكس نفسه يا جماعه ده جذر اكس كجذر يعني مجاله ايه؟ ما تحت الجذر اكبر من الجذر الصفر يبقى اقول له تحت الجذر اكبر منه او يساوي صفر خط الاعداد يا جماعه على خط الاعداد عليها ارقام سالب واحد وصفر وواحد الداله غير معرف عند مين؟ ها؟ غير معرف عند مين؟ عند الواحد هاي مفتوح طيب عندي وقت مجالين مجالين يا جماعه اكس اكبر من صفر واكس اكبر من سالب واحد فاهم كده؟ فين الجزء المشترك في الاثنين؟ شوف ده من سالب واحد الى موجب من النهايه وده من صفر موجب من النهايه فين الجزء المشترك بينهم؟ موجود في المجالين من الصفر وطالع على طول من الصفر وطالع ده موجود في ده موجود في التاني صح؟ لان ده بيحتويه كمان يبقى الحل عندي من كام يا شباب؟ اقدر اقول لك ده بصوره فتره من صفر الى موجب من النهايه الى موجب من النهايه مع عدد مين؟ مجموعه من الاوائل واضح كده؟ واضح هتقول فكره ثانيه يا شباب فكره احسن من دي كمان الفكره اللي جايه جميله جدا برضه هتعجبكم لو عندي جذر على الكل عندي دالك اهو قال لي اف اكس بالسالب جذر وكسر يا شباب اللي فوق مثلا اكس ناقص 2 واللي تحت اكس زائد 1 تعال معاها عادي جدا عندي حاجتين في الحل دلوقتي طرفين الحل اما اقسم الجذر فوق جذر تحت واجيب برضه مجال البسط ومجال مين المقام زي المثال اللي فات في حل ثاني غير كمان حل ثاني اللي هو ايه؟ مع تحت الجذر كله اللي هو مين؟ اكس ناقص 2 على اكس زائد 1 ها اكبر من كام؟ يساوي ها اكبر من او يساوي كام يا شباب؟ صفر بس طيب ايه؟ هل لازم هي كده بس؟ هقول لك انا الفكره عندي كلها عايز ده كله يكون ايه؟ موجب رقم موجب نعمل خط الاعداد اللي فوق مجاله يبقى كام؟ اكس اكبر من كام؟ اللي فوق 2 موجب ولا سالب؟ موجب يعني هتساوي صفر برضه طبعا في الثاني هنا يا جماعه قول هنا 2 اهي 2 اهي موجب اكبر من 2 موجب معايا معنى الخط طب وتحت؟ سالب سالب واحد اهي سالب واحد مثلا هنا اهو تمام كده؟ طيب بالنسبه دي يا شباب اكبر من 2 موجب يعني هي ارقام موجبه يا شباب ارقام موجبه صح؟ يبقى الباقي ايه؟ سالبة عوض كده في رقم اقل من 2 مثلا حط واحد مثلا في البسط واحد ناقص 2 ده سالب واحد سالب صح؟ حط صفر هدي برضه سالب برضه طب في الامتحان يا جماعه هنا اكس اكبر من كام؟ اكبر من كام تحت؟ سالب من سالب واحد يعني يكون اكبر من سالب واحد يكون ايه؟ يكون برضه موجب صح؟ والباقي سالب عايز تتاكد من كده سالب واحد اهي حط كده سالب 2 تحت في المقام سالب 2 زائد 1 بسالب صح؟ يبقى هنا الارقام كلها سالبه. الفكره يا جماعه كده بقى عارفين سالب على سالب بموجب موجب على موجب بموجب صح؟ امتى الشرط يتحقق يا جماعه اللي هو ده على بعضه يدينا الموجب؟ هذه مرحله تلاحظ كده ديت موجب على ايه؟ موجب المرحله دي كلها
بيقف على نوم هيدينا نوم صح؟ تبدي من هنا كده هيدينا سالب من هنا سالب على اسباب الدنيا يا جماعه هيدينا حكم برضه يبقى انهي منطقه حقق الشرط من سالب ما لا نهايه الى كم؟ سالب واحد سالب واحد مرافقه مفتوحه هل سالب واحد ينفع يعني حط سالب واحد؟ لا لا مفتوح اتحاد ابتدى يا جماعه هنا من اثنين وكم؟ اثنين الى ايه؟ الى ها؟ موجب ما نهايه دي مفتوحه ولا مرافقه يا شباب؟ ليه؟ مفتوحه ولا مرافقه؟ مفتوح ليه؟ حط كده اثنين هنا اثنين في بسطه ولا كم مشكله في صفر؟ صفر في البسط قصدي في مشكله؟ لا لا عادي مغلق لكن هنا ما ينفعش يكون واحد تحت في المقام صار واحد في المقام عندنا صفر صعب بس احنا لسه قاعدين لسه غاليين واحد عمال يجاوب ويجاوب ايه؟ لما تقول اثنين هينفع صفر في البسط لو صفر في البسط عادي جت صفر وصفر صح؟ بقول لك هنا ايه؟ اب وانا او يساوي صفر او يساوي تمام؟ مجرد كله يساوي صفر مش مشكله حاجه من الصفر تمام واضح؟ يبقى المجال عندنا يا جماعه هو هيك سالب ما لا نهايه حاجه سالب واحد اتحاد اثنين الى ما لا نهايه والاتحاد يا جماعه بنعملها في شكل ايه؟ فاصله فاصله برضه صح يا شباب برضه دي تبقى ايه؟ صحيحه شوف كده شوف تاني يا شباب لو قال لي مثلا جذر اكس تربيع ناقص 9 ولو عكستها ركز في الاثنين دي يبقى عكس بعض خالص دي يلا مين يحل معايا؟ مع تحت الجذر حاجه هنا اساوي كام؟ صفر صفر احل ده احلله او عايز اطلع في الثاني اجيب الجذر ماشي بس سهله برضه يلا اكس وكام يا جماعه؟ اكس 3 و واحدة موجب واحدة كام؟ جذور عندي بكام؟ موجب ساعتها موجب ساعتها الجذور عندك هي اما سالب 3 و لغة 3 ما بين الجذرين ماله؟ عكس اشارة مين؟ عكس اشارة اكس تربيع، اكس تربيع موجب ولا سالب؟ ما بين الجذرين سالب طب القاعدة انا نسيت القاعدة دي اعمل ايه؟ نفس القاعدة اعوض خد اي رقم بينهم هنا مثلا اعوض هنا حط صفر مثلا بينهم صفر ناقص 9 سالب 9 بقى بينهم طلع سالب صح؟ طب عوض هنا 4 4 تربيع 16 ناقص 9 كيف رقم قبلها برضه هنا يا جماعه قبلها ايه رقم سالب 4 موجب صفر بيطلع موجب صفر صح؟ يخرج القاعده مني كده احسن ما بين الجذرين عكس اشاره مين؟ اكس تربيع هنا موجبه ودي سالب هنا موجبه يا جماعه الشرط اتحقق فين يا جماعه؟ اتحقق فين الشرط؟ من سالب ما لا نهاية حد ومن ثلاثة إلى ما لا نهاية قالوا كده سالب ما لا نهاية إلى دي يا جماعة مغلق ولا مفتوح؟ ها؟ مغلق عوض بها عندك صفر مش مشكلة خالص مغلق ركز بس معايا و ها؟ من ثلاثة إلى ما لا نهاية برضه يا جماعة إحنا مغلق أنا مفتوح سهل يا شباب افرض أنا عكستهم بس عكستهم خليك معايا كده دي واحدة قلت لك كلمة جاهزة 9 ناقص اكس تربيع ايه الفكره؟ نفس الكلام بالظبط يا جماعه اللي فات نفس الكلام يلا الجذور بكام وكام؟ سالب 3 و 3 ما بين الجذرين عكس اشاره مين؟ اكس تربيع اكس تربيع ولا سالب؟ سالب هنا مو اذا اللي بعدها يكون ايه؟ سالب فين الجزء يا جماعه اللي حقق الشرط؟ سالب اللي يكون موجب اكبر منها يساوي صفر الجزء ده صح؟ يبقى المجال عندنا يا جماعه هو الدومين سالب 3 و موجب كام؟ 3 فتحه مفتوحه ولا مغلقه؟ مغلقه صح؟ افرض نفس السؤال بالظبط نفس السؤال بس لك اهو واحد على جذر 9 ناقص اكس تربيع كيف في المقام؟ هيحصل ايه؟ هيبقى اكبر من صفر هيبقى اكبر من بس من غير يساوي اذا فرق عامله ازاي الفرق دي؟ هتكون مفتوحه سالب 3 الى موجب يا شباب سهل ثلاثة وثلاثة هيعطيني صفر صفر في المقام لا ينفعش صفر في المقام لا يجوز سهل يا جماعة درس بسيط حد عنده سؤال؟ ها؟ نقفل؟ نقفل بقى خلاص